بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، سيدات والسادة الوزراء المحترمون، سيد والي جهة مراكش أسفي عام من عمالة مراكش، السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب، سي شامي، حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أحضر معكم أشغال هذه الدورة لليوم الوطني للصناعة الذي يشكل موعداً متجدداً لتثمين المكتسبات وتبادل الأفكار حول الرهانات الوطنية الكبرى والمتغيرات العالمية المهيمنة على قطاع الصناعي. وكما لا يخفى عليكم فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي عناية خاصة لهذا القطاع بالنظر لمكانته داخل النسيج الاقتصادي الوطني وباعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. فكما ذكر جلالته دام له النصر والتمكين في كلمته الموجعة للمشاركين في أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، فإن المغرب سجل تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ انفتاح الاقتصاد العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة نابعة من رؤية مجالية شاملة. انتهى كلام صاحب الجلالة. وهي الاستراتيجية الطموحة التي تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية على غرار بناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في حول البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة تضم 1800 كيلومتر إضافة إلى تعبئة أزيد من 13,000 هكتار من العقار الصناعي وخلق حوالي 150 منطقة صناعية. كما تمت مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية بإصلاحات هيكلية بهدف تحسين مناخ الأعمال ورقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة على غرار مدن المهن والكفاءات والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية. وهو ما مكن من التوفيق على رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي تمثل النساء أكثر من 43% من العاملين فيه. واليوم يحق لنا أن نفتخر بأنه في عهد جلالة الملك نصره الله وعلى مدى ربع قرن تضاعف حجم الصناعة الوطنية، وهو ما يعكسه على سبيل المثال ارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، حيث انتقلت من 61 مليار ديال الدرهم سنة 99 إلى 376 مليار ديال الدرهم سنة 2023. ارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4500 سنة 1999 إلى ما يقرب 13,000 سنة 2023. ارتفاع عدد مناصب الشغل الذي يوفرها القطاع من 477,000 سنة 99 إلى قرابة 1,000,000 منصب شغل اليوم. كما تمكنت بلادنا في إطار هذه الدينامية من تعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر اتفاقيات للتجارة الحرة، أتاحت الولوج إلى أسواق عالمية تضم أزيد من 2,300,000,000 مستهلك. حضرة السيدة السلام، إننا ندرك تمام الإدراك حجم التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية التي عانت من انعكاسات توالي الاضطرابات العالمية، ولذلك عملت الحكومة على بث دينامية كبيرة في القطاع لا سيما من خلال بنك المشاريع الصناعية وإحداث صندوق دعم الابتكار الذي عرف نجاحا كبيرا منذ إحداثه سنة 2023. كما تم إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين
وتعزيز الصناعة الوطنية على غرار نطاق الاستثمار الجديد والاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 وإخراج قانون متعلق بآجال الأداء وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بتمويل ديال الجهات ومنح أزيد من 20 مليار ديال الدرهم للمقاولات في متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من هذا، ولأنها تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني سيقدم الميثاق الجديد للاستثمار تدابير خاصة لفائدات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة، وذلك عبر تحفيز الاستثمارات المتراوحة في قيمتها ما بين 1 مليون و50 مليون ديال الدرهم ومن بينها المقاولات الصناعية. هذا وتراهن بلادنا على التحول الطاقي لكسب رهان الإنتاج الخالي من الكربون وتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، حيث نعمل على ولوج قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال عرض المغرب الذي جذب اهتمام كبار الفاعلين العالميين في المجال والذين نراهن عليه ليكون أحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة. وفضل كل هذه الإجراءات وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وتوازن ماكرو اقتصادي تحت قيادة جلالة الملك نصر الله، أصبح المغرب اليوم وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة، وهو ما تعكسه العديد من الأرقام والمؤشرات. فعلى مستوى صناعة السيارات، أصبحت بلادنا أول منتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الإفريقية، والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي، كما تمكن من مضاعفة عدد صادراتنا من السيارات بين عام 2021 و2024. وخلال سنة 2023 استطاعت بلادنا تصنيع أزيد من 570 ألف سيارة، قريبا سيارة في كل دقيقة. كما خطت بلادنا خطوات عملاقة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وصناعة البطاريات من خلال تطوير سلسلة قيم متكاملة، ما مكن بلادنا من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال. وبالموازاة مع ذلك، تشهد الصناعة المرتبطة بقطاع الطيران تطورا متواصلا يعكسه الارتفاع المتزايد لحجم صادراته، كما استطاع القطاع استقطاب كبار المستثمرين العالميين في ظل تواجد أكثر من 140 فاعل دولي في المجال ببلادنا. وبالإضافة إلى كل هذا، عززت المملكة موقعها كفاعل رئيسي في مجالات أخرى على غرار الصناعة الغذائية، الصناعات الكيماوية، الصناعة الدوائية والصيدلانية، صناعة النسيج والجلد من خلال الأدوار الهامة التي قامت بها هذه القطاعات لا سيما على مستوى التصدير. كل هذا جعل بلادنا تصمد في وجه تقلبات الظرفية رغم تولي الصدمات الاقتصادية، وهو ما تعكسه مجموعة من الأرقام الدالة، حيث بلغ متوسط القيمة المضافة الغير فلاحي ارتفاعا ب 3.6% في سنة 2023، مسجلة نموا بنسبة 3.4% كمعدل تراكمي منذ 2021، أي بزيادة نقطة على المعدل المسجل خلال الفترة 2014 و2021. حضرات سيدات السادة، تمشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة في مارس 2023، تشتغل الحكومة اليوم على أن تكون الصناعة الوطنية جاهزة لتدشين عهد جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفاً ووسيلة، خاصة وأن الحكومة تعول على تطوير أداء
القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، وبكونه يشكل أولوية حكومية، ولا سيما وأن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة. فخلال النصف الأول من سنة 2024 خلق القطاع الصناعي بما فيه الصناعة التقليدية 92 ألف منصب شغل، متجاوزاً بذلك قطاع الخدمات. وتشكل هذه الدور فرصة سائحة أمام المشاركين لإنضاج الأفكار وطرح مختلف التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، لكي تتمكن بلادنا من ربح الرهانات الحالية والمستقبلية والانتقال إلى مصاف الدول الصاعدة وتكريس صورة المغرب كمنصة ذات جاذبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب. وشكرا لكم.